اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، مستمرين مع حضراتكم. وايه اليوم الحلو ده نقوله للكابتن طارق خير. ازيك كابتن طارق؟ والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، وزي حضرتك. الف مبروك. الله يبارك فيك. سعداء جدا النهارده، زي ما احمد سعد بيقول، ايه اليوم الحلو ده؟ النهارده بدايه اليوم كانت جيده. بدايه اليوم، اصل انا يومي بيبدا الساعه 10 مع البرنامج يعني. فبدايه اليوم النهارده بعد انتهاء البطوله وفوز النادي الاهلي باول بطوله للسيدات هذا الموسم، يعني الحمد لله يوم حلو. طبعا يوم حلو. كمل بقى بقيه الحلوين. انا لسه حد بيكلموني في التليفون في المايك يعني، فبقول لهم يا جماعه انا بشوفكم على طول، لكن البنات الحلوه دي انا ما بشوفهاش كتير في معانا هنا في الشاشه. فسعداء جدا بوجودكم معانا. ازيك يا دينا؟ ازيك كابتن اسلام؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كله تمام؟ كله حلو. نادين، ازي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. كله شكرا. كويس؟ الحمد لله. الف مبروك مره ثانيه يا هاله، ويعني هاله مصطفى ونادين السلعوي ودينا عمرو. دينا عمرو. ايوه، هذا الثلاثي اللي هيكون معانا النهارده زي ما حضراتكم عايزين. عايزين نفضل قاعدين لغايه الصبح، انا معاكم ما عنديش اي مشكله النهارده. وطبعا معاهم اخوهم الكبير او والدهم زي ما حضراتكم عايزين، او كابتنهم بقى، كابتن طارق خيري المدير الفني لسله السيدات. كابتن طارق، اشرح لنا ايه اللي حصل النهارده والبطوله الاولى للنادي الاهلي سيدات في السله. طبعا لا، انا الاول انا بشكرهم، بشكر جمهور النادي الاهلي. نعم. وبقول لكابتن محمود الخطيب النهارده وصل بالسلامه. ما انا بقول لك اليوم الحلو يعني، ما هو البطوله وبعد كده الكابتن خطيب. فيعني احنا ليه بشكرهم؟ لان احنا انت عارف ده دوري مرتبط. نعم. عندنا فرقه 16 سنه، فرقه سبورتنج، فرقه كويسه، فخسرنا منهم الماتشين. لو لا قدر الله كنا خسرنا اي جيم من الاثنين الكبار كنا خسرنا البطوله. هم قدروا يكسبوا فريق الدرجه الاولى سبورتنج كبار، نكسب الماتشين. على جيم النهارده، احنا عندنا اول امبارح الماتش الاولاني للمحترفه اصابه. المعتاد يعني ان هي اي لعيب بيقع منك بيبقى ليه دور سلبي او سنه بيقل من الفرقه. الولاد على رجاله، مش حسينا ان هي موجوده، بالعكس كانوا افضل. دفاعيا او هجوميا كانوا مركزين جدا، والتوفيق الحمد لله كان في صالحنا. وصلنا في النهاية ان احنا عاملين جيم كويس قوي، بنتيجة كويسة، تشرفنا وتشرف الولاد. طيب دينا، النهاردة الماتش كان صعب ولا كان سهل؟ يعني هو اكيد ماتش صعب عشان ماتش فاينل. وزي ما كان كابتن طارق قال في الاول، بعد شهر لو كنا خسرنا كنا ما خدناش البطولة، بس احنا كنا نازلين عندنا تارجت ان احنا لا عايزين نخلص الجيم. بصراحة احنا الحمد لله خلينا الماتش سهل وسهلناه علينا بأدائنا طبعا. الماتش الاولاني بصراحه ما حدش بس ما حدش بخل باي حاجه، وكل موت نفسه ايا كان الدور المطلوب منه. وبصراحه سمعنا كلنا كلام كابتن طارق بجد في كل حاجه قالها. الحمد لله الحمد لله، دي كانت النتيجه في الاخر وربنا كرمنا، يعني ده كرم كبير بجد. نادين، اصعب وقت في الماتش كان امتى؟ هو اصعب ماتش كان من بدايه الماتش. بدايه الماتش بعد اجتماع الكوتش، يعني عشان فكره ان الصغيرين بتوعنا يخسروا واحنا علينا لود اكبر، المحترفه مش معانا واحنا متحملين مسؤوليه اكتر، فهي الصعوبه جت من كده. بس الحمد لله يعني احنا قدرنا نثبت ان احنا كنا قد المسؤوليه طبعا يعني، ونفذنا تعليمات كابتن طارق. طيب هلا، برضو الماتشات معروف المنافسه دايما ما بتبقى ما بين اهلي وزمالك. النهارده اهلي وسبورتنج، والدور قبل النهائي الصيد، الدور اللي قبله اعتقد سموحه. لا، كان الدور قبل السيمي فاينل كان سموحه، اللي قبليه كان الصيد. يعني في الاخر انا يعني المنافسه بتبقى مع الصيد اعتقد، او مع سموحه ومع سبورتنج بتكون اصعب كتير في السيدات السله، مش كده؟ هو كان احنا بتهيألي الفاينلز تبقى 90% 95% بتبقى ما بين الاهلي وسبورتنج يعني على طول، في اي بطوله يعني. اسكندريه بقى وبيحبوا السله في اسكندريه، بيحبوها جدا. سبورتنج نادي الاتحاد السكندري، بس الاهلي برضه الاهلي رقم واحد كبير طبعا. كده كده يعني احنا الحمد لله طبعا عندنا بطولات كثيره جدا في كره السله سيدات. اللي جاي ايه بقى يا دينا؟ اللي جاي عندنا كده كام ماتش منطقه، وبعد كده هنبدا بقى في الترتيب السوبر الاول. السوبر 24 12 السوبر الاول ده طبعا بيبقى جيم واحد طبعا، وان شاء الله بقى نبدا بقى في الادوار بتاعه الدوري. يعني ده المنتهى بعد بكره على طول، يعني يوم السبت الجمعه على طول، يعني مش حتى وقت جمعه وسبت. الجدول كان لسه محطوط قبل الماتش. ف يعني مش هنلحق نريح حتى اصلا. ما دي اللي مكتوب عليها ايه؟ ممكن
اتفضل. ابطال دوري المرتبط. بطولة الدوري العام الممتاز سيدات والمرتبط. عشان كده ميداليه بالنسبه لكم برضو، ما اعتقدش ان دي اول مره تاخدوا هذه البطوله يعني. لا دي التامنه على التوالي. كتير. تسعه يا كابتن. تسعه. التسعه على التوالي. التسعه على التوالي. طيب الدوري العام بقى، يعني احنا عندنا مثلا في الكوره الدوري العام، الدوري العام بتاع السله. المسمى بتاعه الدوري السوبر. عندنا. دوري السوبر. ده هيبدا السبت، احنا دوري المرتبط اللي احنا خلصناه ده اترتب من اول ال 16، احنا 16 فرقه. السبت والثلاثه هيتلعب بيست اوف 3. احنا الاول الحمد لله هنلعب ال 16 في بيست اوف 3. هتلعب اللي واخد المركز ال 16. اوكي. والثاني هيلعب ال 15 وهكذا. اوكي. الثمانيه اللي هيكسبوا هيتقسموا مجموعتين. ثمانيه في الممتاز الف وثمانيه بيلعبوا من التاسعه لل 16. هيبدا ساعتها دوري السوبر بيلعبوا رايح جاي زي دوري عام رايح جاي، وبعد كده بيست اوف 3. زي السله رجال. زي تقريبا رجال. يعني هو ده نفس هو الوضع نفس النظام. وهو نفس النظام. طيب مين يا دينا من شايفاه لما تيجي تبصي كده تقولي ده، انا عارف ان هو راجل بس يعني تبصي كده تقولي ان هو ده مثلي الاعلى يعني بالنسبه لنا؟ اجابه كلنا عارفينها، ما ينفعش تقول غيرها. مصري ولا اجنبي؟ لا مصري. بعد كابتن طارق طبعا. بعد كابتن طارق طبعا. كابتن طارق معلش نبعد طارق احنا. اجابه عارفينها. خلاص يعني بصراحة يعني لو أجنبي طبعا هيبقى أكيد ليبرون جيمس، لو مصري هيبقى مودي. مودي الجرح. مودي جيمس. لازم. مش هقول حد تاني. أنت كده. لازم تقول مودي. أقفل على كده. لازم. الحكومة. الحكومة. لازم ماشي عموما مفيش مشكلة، لكن الجمهور النهاردة ودوره كان يعني هنجيب لقطات دلوقتي من الجمهور. الجمهور النهاردة نادين ودوره كان دور مهم جدا، يعني أنا الحقيقة لقيت مجموعه جيده من الجمهور موجوده وبتشجع الفريق لغايه اخر لحظه يعني. احنا مبسوطين قوي الصراحه من عوده الجماهير، ويمكن ده كان العامل الرئيسي ان يخلينا نلعب ال 40 دقيقه ماسكين في الجيم، عايزين نقدر ندوس اكتر. يعني عوده الجماهير الصراحه يعني احنا كنا مستنيينها بقالها فتره طويله جدا. والجو كان رهيب، يعني اللعيبه منفعله بطريقه غير طبيعيه مع الجمهور، عايزين نكسب، عايزين نبسط الجماهير اللي موجوده كانت قاعده ال 40 دقيقه بتشجعنا. طيب قبلها كمان في المرتبط كانوا قاعدين. الايه؟ في ماتش المرتبط كمان الصغيرين كانوا بصراحه كانوا معانا في اسكندريه برده في سب برج العرب الصراحه. فحاجه جميله جدا جدا جدا، وكمان ان هم عاملين تيكتس كمان للبنات، ودي اول مره حاجه تحصل. انتوا رحتوا احتفلتوا معاهم اهو، شايفكم انتوا بتروحوا تحتفلوا معاهم وانتوا مبسوطين وسعداء طبعا، انه في النهايه احنا بنلعب ليه؟ عشان الجماهير. عشان الجماهير، عشان الجمهور يتبسط. سمعنا يا سمير. طيب سمعنا صوت الجمهور. احلى حاجه في الدنيا الحقيقه ان احنا نسمع صوت الجمهور. وبما اننا هنتكلم عن صوت الجمهور، قبل بس ما نتكلم اقصد عن صوت الجمهور، كابتن طارق بعد اذنك هعمل لهم اختبار، بس اختبار سمعي. يعني هنجيب حد يتكلم ونشوف هم هيقدروا يعرفوه ولا لا، حد زميلهم كمان يعني مش او زميلتهم. انا يعني عرفت هي مين اكيد. والله بنسبه كبيره يعني كمان. طب خلاص قولوا انتوا، انا كاني مش موجود، انا عايزكم انتوا تتكلموا. الو بس. لا مش محتاجه الو. قولوا انتوا سرايا. اول حرف من اسمها سرايا. اتفضلي يا دينا حضرتك ال الو. الو هيا ازيكم يا ابطال؟ اهي رنيم. راني ام في بي. ده ما فيش حد يعني ام في بي. ام في بي اساليها انت بقى، انا مش موجود. نيمو اتكلموا انتوا معايا، انا مش موجود. وصلتي اسكندريه بالسلامه؟
لا لسه في الطريق. لسه ماشي. تسألي بالسلامة يا ام بي بي. منورين منورين التلفزيون. منورين ازاي وانت ما بتتفرجيش اساسا؟ المفروض كنت تيجي بس بتسمعينا يعني. المفروض كنت تيجي بس قالوا لي مسافرة اسكندرية. لا خلاص هنكون خلصنا. انت فين انت فين دلوقتي؟ انا يعني لسه معدية الماستر شوية. انا لسه قدامك شوية حلوين. سهرة طويلة. طيب يعني رنيم برضو احكي لنا الموضوع ماشي ازاي وعلاقتكم ببعض عاملة ازاي، علاقتك بالكابتن طارق عاملة ازاي؟ طبعا كابتن طارق حبيبي والله. حبيبنا كلنا. علاقتنا كلنا كفريق وكل حاجة يعني أسرة واحدة. طبعا. كلنا بنحب بعض وده أهم حاجة يعني، احنا كلنا فريق بجد كلنا بنحب بعض قلبنا. أيوة. ده طبعا بيساعدنا ان احنا نلعب في الملعب حلو ونكسب ونحسب البطولات. المباريات الصعبه يعني انا سالتهم على المباراه الصعبه قالوا لي سبورتنج. اللي قبل كده كان ايه اللي اصعب حاجه؟ غير سبورتنج يعني؟ غير سبورتنج اه. لا في ممكن هليوبلس. سموحه. يعني كلهم فرق تحترم الصراحه. وانت بقى هي كابتن بتيجي وبتروح كل يوم ولا انا مش فاهم؟ امال ايه؟ مقيمه قاعده في القاهره. لكن هي النهارده بس عشان اجازه. انت بديهم اجازه قد ايه؟ يومين. مالكم مبسوطه؟ انت مبسوطه ولا؟ قوي الحمد لله. من اجازه مبسوطين جدا. اربعة وخميس ده صعب ولا ايه؟ قوي. خدنا يوم خميس اجازه يعني ده حاجه كبيره جدا. والله هنخرج بقى وهنلبس ونخرج وبتاع والشغل اللطيف ده. صح؟ رنيم اخبار اسكندريه؟ اخرجي في اسكندريه بقى وانت مبسوطه وسعيده اكيد. ان انا راجعه اسكندريه؟ وخدت البطوله. والله جدا جدا الحمد لله كده مروحه فرحانه بطوله. ان شاء الله نكمل السيزون على خير كده وناخد كل البطولات ويبقى سيزون موفق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. لسه عندكم كام بطوله عايزين تاخدوها؟ فاضل لنا كده كاس والدوري سوبر اربعه ان شاء الله. اربع بطولات اخرى خلال الفتره القادمه. طيب البنات معاكي، كابتن طارق معاكي، حابه تقولي لهم اي حاجه او تساليهم حضرتك على الهوا اتفضلي. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انا بحبكم، بحب حضرتك كابتن طارق جدا، وانا بحبك. نطلع مبسوطين في كل البطولات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. جمهور الاهلي تقولي له ايه يا رنيم؟ جمهور الاهلي جمهور عظيم والله العظيم. النهارده بجد تعبوا مع كل ماتشات النهارده بس. ساعه السيمي فاينل بجد تعبوا معانا، فبجد يعني الحمد لله ان احنا فرحناهم النهارده، ويعني ان شاء الله نفرحهم دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا رنيم والف الف مبروك وشكرا جزيلا لوجودك معانا. كابتن طارق دايما دعم مجلس اداره النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه الحقيقه، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، دعم مهم جدا. لا هو مش دعم، هو بصراحه الفريق من ساعه ما انا مسكت قبل الموسم ما يخلص السنه اللي فاتت بشهرين. اوكي. من ساعه ما مسكت واحنا بنعمل فرقه. ما بخلوش. لينا صفقتين قدرنا نجيب هالة، نرجع هالة بيتها. وانا كان انا بحب دايما اللي اتربى في النادي يفنش في النادي، يعني لازم يكمل في بيته. هالة بيت سبورتنج سنتين او ثلاثه، ومرال اشرف صفقتين تدعيم للفرقه على اللي موجودين الله هو اكبر عليهم، فرقه كويسه. ما بخلوش يعني، عايزين عايز اقعد مع هالة. الموضوع ما خدش وقت. عايزين مع مرال ما خدش وقت. كنا بنجدد للسلعاوي وسنوها ما خدناش وقت. يعني عملنا الفرقه قبل والموسم بيخلص. دي كان بصراحه انا بشكرهم وبشكر بصفه خاصه يعني مع مجلس اداره طبعا كابتن محمود ومعالي الوزير وكل الناس، بس انا بشكر خالد العوضي جدا، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي مش طبيعي. تحاولوا تشوفوا لنا خالد يا جماعه، كابتن خالد طبعا. بالتليفون خلص، هو قعد خلص معاهم مش مع يعني ايه، هو اللي انجز معاهم. انا قلت له عايز اخلص انجز. بنطلب الطلب في نفس اليوم، يا بيجيب عليه موافقه او بيبقى في انجاز سريع في الموضوع. بيتعب معانا جدا يعني، انا بديله المكسب النهارده. تعب معانا جدا ان احنا نعمل فريق كويس يعني. واحنا بنتفرج على وانا بتفرج على التتويج شايف كابتن خالد مبسوط يعني. انا عارف يعني عارف خالد، فخالد لما يبقى كده يبقى مبسوط شويه قوي. هو بيحضني انا حاسه، بيقول لك هو ما بينامش من الصبح لحد بالليل على كل الفرق، مذلل كل العقبات بالامانه، والموضوع سريع مش بياخد وقت. ده طبعا دعم من مجلس اداره اللي هو يعني قريب منه، انا بديله الفوز دوت وبشكره على المجهود اللي بيعمله معانا. طيب
برضو اختبار اخر. معلش يا كابتن اتفضل. الو. هلا قولي هلا. الو الو سوكا. عملتي البانيه ولا لسه؟ الويلكم باك. ايوه عاملين ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه سوكا؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا سوكا؟ ازيك يا كوتش؟ عامل ايه؟ وحشتيني والله. انا برضو مش موجوده يا جماعه. اتفضلوا. توكا انا يا سوكا. اسالوا انتوا بقى. روحتي ولا لسه؟ اه لسه مروحه حالا اهو. احتفلتي؟ احتفلت. اه احتفلتي ازاي؟ طب ما انا معلش انا عايز اعرف احتفلتي ازاي. ايه اللي حصل؟ ما كلمتيش عليا. كلت يعني؟ كلتي صح؟ التليفون قطع شويه. يلا سلام يا توكا. هي صغيره من ال مش قادرة أقول لك. سلاوي كمان. أكيل درجة أولى. لا 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 درجة أولى. باين في شعرها. اه طالع لفوق. إيه قصة الشعر يا كابتن طارق؟ أسألها ولا هي عاملة حاجة خاصة بيها؟ اي كول إت باكيتس بن. يعني بتجيب لك ليا كده، حظ ليا لذيذ يعني. اه أنا كنت بعملها في الأول وبعدين بقت حاجة وصغيرين بيقعدوا يسالوني كده. كابتن طارق بيقول لي ان في ناس كتيره بتسالك وعايزين يعملوا كده يعني. فبس فعملت لها اسم بقى ان هي باكتس بان، يعني بتجيب لي حظ في باكتس بان. اه باكت زي الباسكت بيعملها كدا. بيجيب بيبقى السكورر. بيبقى لك كده لذيذ. وانت الدرع اللي قدامك او ايه؟ هدفت البطوله عشان ال ايوه طبعا باكتس بان. باكتس بان معروفه فلازم تبقى. اتفضلي. الو يعني مثلا ساعة بكلم نفسي، عايز اقول لكم بقى ايه؟ بقى تعب بكلم نفسي. طب يا سوريا معلش عشان انا برضو ارجع اسالك نفس السؤال. احتفلت. بتحتفلي ازاي؟ هم قالوا لي ان انت بتاكلي. اه ما ده اساسي. ده كده كده. اه ده كده كده يعني. حوت. حوت اكل. ها؟ ايه والسلعاوي. بس مش باين عليهم يا كابتن. اه للاسف. على قدي على قدي. بتاكلي ايه طيب قولي لنا؟ انا بفكر بقى الصراحة كده. بطلب بقى كيف بقى ولا حاجه. كنتاكي. ده الاعلان ده على حسابك ولا على حساب جردل؟ هتجيب الجردل؟ هتجيب الجردل. هتجيب الجردل. اه يعني هاتي اكبر حاجه موجوده ممكن هناك الجردل. 21 قطعه لوحدها. لوحدها. كام قطعه؟ 21. هتشيل ممكن؟ عادي دي عادي دي والله. لا لا للدرجه دي؟ يا جماعه الحاجات دي بتتحسد. تحسد؟ لو انت بيحوق فيكي قوي اصله. طب بقول لك ايه يا سوريا، اخر وقت كلته فيه قبل الماتش كان الساعه كام؟ من بدري. فانتوا ما كلتوش من الساعه 3 لغايه دلوقتي اعتقد يعني. والله العظيم قاعدين ميتين. لا يا كابتن لا يا كابتن لازم تاكل. ما انتوا كده بتظلموا البنيه. انتوا كده بتظلموها، المفروض تاكل. ايوه صح. قول لهم حاجه. هي اكتر واحده فرحانه لان هي جايه من اصابه صليبي. فاكتر واحده فرحانه. اه لسه راجعه من صليبي من أربع شهور. صليبي. وخدت هدفة هدفة الثري بوينتر. اه فده شيء جيد جدا طبعا وشيء رائع. طيب سوريا سوريا قول لنا برضو يعني مباريات صعبة كثيرة جدا خلال هذه الفترة، لكن عودتك من الإصابة أعتقد بعد العودة من الإصابة والفوز ببطولة أعتقد شيء مشجع جدا لما هو قادم يعني. أكيد طبعا. هو الحمد لله أنا من أول الموسم من ساعة ما رجعت الصراحة والكوتش يعني مش محسسني إن أنا مصابة أو إن أنا لا محدش يدخل وهي داخلة على الباسكت محدش يقرب لها، لا خالص يعني. الفرقة بتلعب بجد معايا عادي جدا وبيلعبوا أكني عادي لسه جايين من الأوف سيزون ونازلين الماتشات. فده يمكن إداني حتى نفسيا إن أنا نازلة عادي عايزة أكون مع الفرقة وإن أنا مستوايا كويس ومش حاسة بأي مش حاسه باي جاب يعني فرقه ان انا سبت يعني سبت سنه ورجعت تاني او 8 9 شهور ورجعت تاني. صراحه ده كانت حاجه نفسيا يعني معايا انا لا اثرت معايا كتير، وخصوصا كمان هي اصابه رخمه بس لما بيبقى الموضوع نفسيا ان انت نازل نفسيا كويس لا بس ده 80% من الاصابه هو اللي انت تبقى نازل نفسيا كويس. خصوصا برضو ان انا النهارده لما خدنا البطوله مع الفرقه كان صراحه الفرقه كلها ادت يعني اداء رجولي جدا جدا. ما كانش فرقه مين في الملعب مين بره الملعب، كل الفرقه الصراحه ما كانش فرقه خالص. اللي بينزل بيأدي احسن من اللي في الملعب واللي في الملعب بيطلع وينزل مفيش حد متضايق. كل الفرقه بجد كانت كويسه جدا النهارده، ما حسيناش باي فرق. وخصوصا كمان الكوتش كان قايل لنا لا احنا مش كسبنا 10 15 ندوس 20 30، كل ده بيرد اعتبارنا تاني وكل ده بيدينا ثقه في نفسنا ان احنا السنه دي موجودين مش عشان نكسب بطولة ولا بطولتين كده، لا احنا موجودين عشان نكسب كل الفرق وكل فرق سكور كمان. كابتن طارق لو عايز تقول حاجة لسوريا. لا بقول لها ويلكم.
و يعني بشكرك على المجهود اللي بتعمليه على اسامي السرعه دي، لان حلقه خاصه مع بعض انا وهي. ايوه دي حقيقة. انا كده بقوله اكيد مش هقول على شادي، مش هينفع اقول على الهوا. لا انا سعيد. خدت لقب 3 بونت، ده لقب بتاخده من زمان او دايما بتاخد في جايزه. حزنتنا النهارده ان هي قعدت تبكي بعد اول ماتش وهو بيخلص. مبروك ليكي ومبروك ليا ان انت موجوده معايا. حاجه بتسعدني يعني، عارفه ده شرف ليا. وكمان انا برضو عايزه اشكر الكوتش واشكر الفرقه، عشان حتى كمان الفرقه لما عرفت ان انا فاضل لي ثلاثيه واخد هدافه الثلاثيه، كل الفرقه بجد كانت بتساعدني، والكوتش حتى نزلني تاني. حصل. شفنا ان خلاص الماتش كان يعني ما خلصش، بس خلاص يعني كل الناس كانت طلعت، والفرقه كمان لما عرفت ان انا كان فاضل لي ثلاثيه كانت حتى هاله بتبقى فاضيه بتبقى لي نادين يلا نديلي شوفيها. حتى انا لما قلت لدينا وقلت الحبيبه في الماتش، كل الناس حتى اللي كانت مش بتشارك وقت كتير كان التارجت بالنسبه لهم احنا عايزين يعني نبسطك نفسيا ان انت تاخدي جايزه، وانا كنت خلاص على ثلاثيه واحده، وكوتش ما يعني مش مجبر ان هو ينزلني تاني، بس هو عمل كده عشان عايز يساعدني ان انا نفسيا اكون كويسه. عايزه اشكركم، وعايزه اشكر الكوتش طبعا اول حاجه، وعايزه اشكر الفرقه طبعا على رجولتهم بجد في الملعب. واحنا بنشكرك برضو يا سرايا على وجودك معانا، والف الف مبروك. اسيبك تاكلي بس واحده واحده، احنا الساعه كام؟ بالراحه المزمزه واحده، فيعني خلي بالك انت هتنامي، هتلاقي بكره 3 4 كيلو زياده. كابتن طارق مش هيسيبك، خلي بالك. مش خساره في الجايزه يا كابتن، سيبها تتبسط. مش خساره في الجايزه، خليها تتبسط النهارده. خليها تتبسطي النهارده. كلمت في نقطه دي سبب مكسب النهارده بامانه، ان هي يعني هي ايكوال مع واحده على 3 بونت، فاضله 3 بوينت واحده، الاربعه بيخدموا عليها عشان تاخدها. واللي في الملعب كلهم نجوم. الحاجه اللي بتسعدني انا على من كلام المدربين او زمايلنا، ان الفرقه لما جينا نجمعها فيها اسماء كتير كبيره غير الناس القديمه اللي موجوده، فكانوا الناس كلها قلقانه هيبقى في كنترول او سيطره على الفرقه ازاي، ان هيبقى في دي لوحدها ودي عايزه تلعب، اشمعنى لا هناخد التي في والميديا والكلام ده. الحمد لله رب العالمين ان هم بيتعاملوا مع بعض ان هم فرقه واحده، قادرين يعني الفاضي ياخد الكوره او اللي ياخد التراي بتاعه. دي انا بشكرهم عليها، دي حصل فعلا. انا بشكرك جدا يا سرايا على وجودك معانا، شكرا جزيلا والف الف مبروك، وان شاء الله بطولات كثيره قادمه للنادي الاهلي. كابتن طارق برضو هتكلم مع حضرتك فيما يخص كابتن خالد العوضي. قال لك ايه في التتويج النهارده؟ انا كنت شايفكم بتتكلموا. مبروك، فرحان جدا. الحضن بتاعه، قلنا الصوره يا شباب، الثمار تعبه معانا، احنا بنقعد نخطط نعمل الفرقه دي ازاي. عارف انت لما بتبقى بتجمع فرقه وبعدين تلاقي ان في الاخر نتيجه ايجابيه، بتبقى من جواك كده بتحس بالسلام او بالحضن، او هو حتى بيقول مبروك. الحضن باين اهو هنا في الاول، يعني كابتن ماجد. شويه انا بحب دايما لحظات الفرح والتتويج، بتبقى لحظات مهمه جدا في تاريخ وحياه الواحد. يعني طبعا حياتك دايما كلها، انا دلوقتي لما باجي اقعد مع اولادي بقول لهم انا خدت 24 بطوله مع النادي الاهلي في الكوره، يعني انا بقول لهم انا خدت 24 بطوله مع النادي الاهلي، خدت 20 يعني مع النادي الاهلي واربعه مع، فبتقعد تتكلم تقول في سنه 2000 بعد بحط رجل على رجل، واحد بيبقى مبسوط. مش هتحسوا بالكلام ده غير بعد ما تبطلوا. الواحد لما بيبطل، والله يا كابتن طارق اكيد حضرتك فاهم وعارف الكلام ده كويس، طبعاً بعد ما الواحد بيبطل بيحس ان هو يعني عمل حاجه انجاز، وانجازات كتيره جدا، لكن ده الفرق. اسعدت الناس دي كتير. اسعدت الناس. برافو عليك يا كابتن طارق، لانه احنا كنا بنتكلم او انا كنت بتكلم على موضوع ده الاسبوع اللي فات، ان هناك بعض اللاعبين، على فكره الاثنين صح، ولكن هناك بعض اللاعبين في الكوره عندنا اختاروا ما بين التاريخ وما بين الجمهور ما بين الفلوس. الماليات على فكره مش غلط، ولكن التفكير بيوديك لفين؟ التفكير بيخليك تروح هل ده بيحصل عندكم برضو يا دينا؟ لا بصراحه عمرها ما حصلت، بدليل انه يعني مش حابه اتكلم عن حد او كده، بس نفس اللي حصل في انديه اخرى حصل عندنا، بس هو مش اوبشن اصلا، مش يعني اوبشن، لا لا خالص. والمعروض اعلى. اتعرض عليهم برضه كابتن طارق الفتره اللي فاتت، اللي انا عارفه ان كان في يعني مناوشات كتير من بره اكتر من اللي بياخده جوه النادي، بيفضل النادي. بالظبط. ايه اللي بيخليكوا تفضلي النادي يا نادي؟
الاهلي. انا ليش حاله خاصه؟ انا حاله خاصه صح، بنت النادي يعني، حضرتك عارف بابايا يعني ومامتي واخواتي، فانا موضوع بالنسبه لي هو فعلا عشق للكيان ده نفسه. الواحد كفايه ان هو بيبقى اسمه بيلعب في النادي الاهلي وفي جماهير في ظهره على الحلوه والمره زي ما بيقولوا، فده شرف كبير لاي حد اصلا يعني. بحس ان كل اللعيبه اللي في اي انديه بره بتبقى نفسها تيجي النادي الاهلي عشان يبقى اسمها بتلعب في النادي الاهلي، فدي احنا اصلا يعني بريفليج لينا قوي ان احنا نبقى يعني متعظمين في النادي الاهلي بتاعنا. هلا الكلام اللي هي بتقوله ده لنادين بتقوله ده كلام حقيقي؟ اصل اللي يسمع الكلام ده هيقول لك ايه يا جماعه انتوا بتمثلوا علينا؟ والله انت ما بتسمعيش الكلام ده؟ لا اكيد بسمعه. يعني لما انت مثلا حد يجي يعرض عليك، ما هو ما تزعليش مني برضو، انت اكيد بتاخدي فلوس في النادي الاهلي يعني، وفلوس كويسه. فبالنسبه للسيدات اعتقد ان انتم ما بتاخدوش فلوس قليله، بتاخدوا فلوس كويسه بالنسبه للي موجود، وبالتالي اللي يسمع الكلام يقول لك ايه يعني يا جماعه انتوا بتضحكوا علينا بالكلام ده اللي هي روح الفانيلا الحمراء واللي مش عارف ايه والكلام اللي بتقولوه. لا بس احنا يعني احنا الثلاثه تقريبا متربيين في النادي الاهلي، انا ودينا كمان انا معاها من واحنا عندنا 8 سنين تقريبا. انا خرجت ورحت سبورتنج سنتين بس رجعت لبيتي تاني، شكرا طبعا كابتن طارق. من اخر ماتش في السيزون قال لي بكره هنمضي، اوكي هشوف هستناكي في النادي الاهلي. وكابتن خالد العوضي طبعا وكابتن عامر فاروق ما تاخروش عليا في اي حاجه، مبسوطه جدا اني رجعت تاني بيتي يعني. ما 8 سنين انتوا كنتوا مع بعض 8 سنين، دلوقتي كام عندك؟ 11 سنه. عندي 29 سنه. هذا من واحنا لسه في تحت 10 سنين. انا وهلا من تحت 10 سنين كنا من يعني تحت جايبينها من تحت قوي. من عايشين تحت قوي قوي. لا من ايام ما ملعب الباسكت في النادي عندنا كان لسه بلاط الناحيه الثانيه بدل المدرجات بدل التتش يعني. بدل التتش بالظبط يعني زمان. بتحبوا مين من لعيبه الكوره يا دينا؟ يعني حسام غالي. اوكي اكيد. اللي بيلعبوا دلوقتي ابو تريكه بقى يعني بركاته، طاهر محمد طاهر صديق نادين. لا يعني كله عشان محدش يزعل بقى بصراحه. بحب الاهلي. نادين طاهر. انا بحب طاهر. اشمعنى؟ في النادي الاهلي بتحب طريقه لعبه؟ وبحسه كده فن يعني فنان. بحبهم كلهم. مش كرويه قوي لولي كده. وكابتن محمود متولي اكيد. محمود متولي اخويا الكبير يعني. والله متولي عنده طريقه كده في اللعب بيطلع بيها من بيطلع بالكوره يعني من ورا. فبتبقى ليه. هلا مش هتقولي لي بحب محمد صلاح؟ مش حلو؟ مش كرويه. مش كرويه. في حد ما بيحبش محمد صلاح اساسا؟ لا هقول لك، انا بحب حد في اللي هو عنده اللي جاله صليبي. صليبي؟ ولسه راجع. جاله صليبي. اكرم توفيق بحبه جدا. انا بحب الناس الفايترز دي قوي قوي. والله. وانا بحب طريقه لعبهم كده. بوزيشن كابتن اسلام. ايه ده؟ انت شفت بقى. ايوه صح. بحب كابتن اسلام كمان. طبعا انت عارف حسام. هل طريقه يعني هل في حاجه قريبه منها؟ حسام. انا هقول لك حسام كابيتانو في نفس اليوم. كابيتانو عيد ميلادنا في نفس اليوم. بس كده غلط. لا حسام دي كفايه. كابتنه ممكن. كابتنه ليدر ممكن. لا انا بتكلم على شياكه اللعب، طريقه اللعب. حسام كان ليه دينا سينمائيه اصلا. والله مش شايف. شايف القعده يا كابتن اسلام. الثقه. لا انا بدور هي بتداري حاجه مش هقول خلاص بقى يا كابتن. انا بس اللي شايف. ترابيزه عامله معانا شغل النهارده. لا هي ليها دور كبير ده كابتن افلام الفرقه في ادائها جوه الملعب، بتمرن اكتر واحده ملتزمه في الفرقه دي. دي حاجه بتتحسب للكابتن دايما ان هو يبقى دايما قريب من الفرقه وكنترول. هاله طبعا كو كابتن وراها. انا بقولك انا محظوظ، انا عندي نجوم كتير قوي قريبين من بعض، ودي حاجه ايجابيه لينا. دينا مودي قال لك ايه بعد البطوله؟ بتحب مش هقول ماشي. لا بص، هو كان مبسوط جدا لان هو دلوقتي مسك بوزيشن في النادي بعد الاعتزال بتاعه. طبعا فبقى مدير قطاع الناشئين والناشئات، فهو كان يعني متواجد.
لا ناشئين وناشئين. انا دلوقتي معايا كابتن ماجد. صح. يعني كابتن ماجد انا بعيد عنه تمام. وبعدين كل واحد مدير على نفسه. لا في البيت بقى هو سامع على فكره. اه ماشي. لا لو مش سامع انا هقول له. انا هقول له يا كابتن ما بخافش. فهو يعني كان بصراحه هو كان قد النفوس. لا لا ما تقلقش. هو بصراحه كان زعلان طبعا مرتبط ما قدرش ان هو يكسب ماتش من الاثنين. فهو كان متضايق جدا بعد الماتش بتاعهم كده. قلت له لا مفيش حاجه احنا ان شاء الله هننزل احنا هنكسب وما يزعلكش خالص. هو حتى بيتاثر اكنه لسه لاعب يعني هو مش بيفرق خالص يعني. لا وفي وشه زعلان وكده. قلت له لا خلاص ما يهمكش وان شاء الله هتكسب احنا هنكسب يعني وهنعوضكم ما تقلقوش من حاجه. وما اتكلم معايا بعدها لا بصراحه شجعني جدا وقال لي ما شاء الله كنت كويسه وعملتي اللي عليكي. وبصراحه كان فرحان بيا جدا يعني. بس هو مدير على نفسه يعني؟ على نفسه يا كابتن. بيقولوا كده في الاول. انا اللي هاخد التليفون ده. اكتب عندك النمرة. انا هاخد التليفون ده. يا مدير. ازيك يا مودي؟ ازيك يا مودي؟ كابتن مودي اخبارك ايه؟ مشيت تمام الحمد لله. ينفع الكلام ده يا كابتن مودي؟ بقى كده؟ قالت لي بقول لها بتقول لي هو مدير قطاع بعد ما مسك المبطل كوره. انا خلي بالك انا بهدي النفوس. ماشي يا كابتن. قالت لي ده مسك بوزيشن في النادي اصبح مدير قطاع الناشئين والناشئات. فقلت لها يعني مديرك؟ قالت لي لا مدير على نفسه. ايه رايك في الكلام ده؟ انا عايزك ترد يا مدير. لا لا هم كسبوا النهارده فاي حاجه تقولها مش هتعدي. هتعدي الدنيا. يعني هي لسه كانت دينا بتتكلم على انه قبل المباراه انت كنت زعلان جدا ومتضايق جدا وما زلت بتتاثر كانك بتلعب يعني. دي حقيقه. لانه الـ 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 الشباب المرتبط يعني خسروا مباراه من المباراتين. لا هم خسروا مباراتين الصراحه. طب كنت خليتها مباراه يا كابتن وخلاص. يعني انا مشيتها مباراه تقول انت المباراتين. ماشي يا كابتن المباراتين خسروا المباراتين. ايه يعني ايه اللي جاي يا كابتن مودي من وجهه نظرك برضو في قطاع الناشئين والناشئات؟ لا والله احنا عندنا القطاع في الناشئين والناشئات يعني ماشيين كويس. في الولايات صراحه يعني انا الولايات احنا طبعا خير ناس وعارف الكلام ده. احنا في الولايات ماشيين كويس الحمد لله يعني. عندنا قاعده ناشئين كويسه. في البنات محتاجين فيها شغل شويه يعني. عندنا البنات خاماتها كويسه بصراحه بس برضو محتاجين شغل كتير. فانا كنت بس متضايق عشان هم عارف هم لعبوا سموحه في السيمي فاينل كان ماتش اقوى من ده وكسبوا ماتش منهم. هم الماتشين دول بصراحه كان داي اوف خالص بتاعهم في اي في اليومين اللي لعبوا فيه. انا واخد الموضوع على استنباط واخد الموضوع على اعصاب بصراحه. الموضوع كان صعب. كان نفسي يكسبوا ماتش من الاثنين عشان هم حتى ياخدوا ثقه في نفسهم ويحسوا ان هم المكسب ده حقهم فعلا ويطلعوا يكسبوا بس هم خسرانين. بس الحمد لله يعني الفرقه الكبيره الحمد لله عوضتنا على الخساره دي. وفي الاخر النادي الاهلي كسب دوري المرتبط يعني سواء هم حتى لو خسروا في الاخر هم كسبوا يعتبر كسبوا دوري المرتبط. كسبوا اعتقد ان دي برضه بتفيدك من الناحيه المعنويه يعني. طبعا على فكره احنا في فرق كتير جدا خدت دوري المرتبط يعني الاتحاد السكندري خدوا قبل كده والماتشات الصغيرين بيخسروا بتحصل كتير يعني. عادي احنا بنشيل بعض يعني. احنا لو في وقعه من الصغيرين هي شروط المسابقه كده اعتقد. بالظبط بالظبط كده يعني. بالتالي بما ان شروط المسابقه كده فبالتالي انا كسبت البطوله يعني. بالظبط كده. فالحمد لله يعني الكبار الحمد لله النهارده عمره جيم كبير جدا صراحه والناس كلها كانت مبسوطه بيهم حتى في الملعب والجماهير. اجواء يعني حتى الاجواء في الجماهير والله مختلفه خالص يعني. حتى تحس اللعيبه نفسهم بيلعبوا عشان الجماهير فدي حاجه مختلفه. عارف لو الماتش من غير جماهير كان ما كناش هنلعب بنفس الاداء اللي حصل النهارده. مظبوط. كابتن مودي انا بشكرك شكرا جزيلا. الف الف مبروك ويعني ان شاء الله القادم افضل دائما. شكرا جزيلا كابتن مودي الجرحي. كابتن طارق دينا نادين هاله يعني كلمات اخيره بقى لو اولا انا بشكركم جدا ان انتم خلصتوا المباراه وجيتوا على يعني قدمنا لحضراتكم الدعوه فحضراتكم قبلتوها وجيتوا. فانا بشكركم جدا جدا والف مبروك ودايما من فوز لفوز ومن مباراه لاخرى. فابدا بكابتن طارق. لا انا عايز اشكر بقى بعيد عن اللعيبه الجهاز بتاعي كله. الناس دي مخلصه جدا بيحبوا بعض جدا. مش عايز انسى حد يعني. معايا كريم عليا ماجد مشيره دكتوره مروه ياسمين دكتور مي اكرم. وشكر خاص لعليا عليا كابتن عليا هي مدرب ثالث معانا. انا مسميها القلب الطيب. والدكتوره مي القاضي دي معد نفسي مع الفرقه اختنا معد نفسي مع الفرقه قاعده معانا في الاوتيل.
يا مرات كابتن كريم ضيف برضو معنا في الجهاز، عامله دور كويس وعامله حاله مع الفرقه كويسه، انا بشكرها لان ده البوزيشن ده جديد علينا في النادي. صحيح. احنا صممنا يبقى موجود، فبشكرهم بصفه خاصه الاثنين مع بقيه الجهاز. دينا؟ الفرقه طبعا الكابتن طارق خد الجزء الفني بتاعه، انا بقى هاخد اللعيبه. اتفضل. من اولنا يعني من اكبر لاصغر حد، محدش بخل باي حاجه، حتى لو كان في اي حد زعلان من حاجه متضايق من حاجه، فعلا ساب كل ده على جنب وكان همه ان هو يكسب النهارده، وده كان باين جدا 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 حتى في فيديوهاتنا وصورنا وكل حاجه. ففعلا فعلا بالنسبه لي انا كاللعيبه يعني من اكبر حد الاصغر حد، شكرا لكم كلكم. ومن كان معانا الجمعه العامل معانا طبعا برضو مش عايزين ننساه، ويبقى كده خلاص الجهاز الفني كله اتقال. نادين خلاص بقى سنس ان هم قالوا الجهاز الفني واللعيبه، فانا احب اشكر الجماهير بقى اللي كانت معانا الصراحه ال 40 دقيقه دول، فرقوا معانا جدا نفسيا ومعنويا وادونا ثقه غير طبيعيه، فبحب اشكرهم وان شاء الله نوعدهم ان احنا نقدر نحقق باقي البطولات كلها السنه دي، وده يبقى العقد الطبيعي بتاعنا. هلا هم بقى شكر الناس كلها، شكر عيلتي بقى. لازم اغير عيلتنا والله. لا كل الناس اللي بتجيلنا في كل حته ومش بيتاخروا علينا يعني، فدعمهم برده جنب الجمهور وجنب الفرقه وجنب المدير الفني طبعا والجهاز، بشكرهم طبعا من كل قلبي، وان شاء الله نفرحكم اكتر يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن طارق، والف مبروك البطوله الاولى، ولكن القدم اصعب دائما ان شاء الله. كابتن اسلام وشكرا ليك، ربنا يخليك يا كابتن طارق. كل سنه وحضرتك طيب. انا لسه صغير برضه يا جماعه، مش هنقول السن. 23 سنة. كل سنه طيب بس 24 الحقيقه 24 قد بعض. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق، ويوم حلو في كل حاجه الحقيقه. بدايته كانت النهارده زي ما حضراتكم سمعتوا وزي ما حضراتكم شفتوا، بطوله للسيدات السله، ان شاء الله القادم دائما افضل على الرغم من ان هو اصعب ولكن دائما افضل. شكرا جزيلا يا دينا، وشكرا جزيلا يا نادين، شكرا جزيلا يا هلا. انا بشكركم والف الف مبروك ليكم، ان شاء الله القادم دائما يكون افضل يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. والحقيقه برضو اذا كان هناك من يستحق الشكر، فانا من حقي برضو او لازم اقول ان انا بشكر كل اللاعبات اللي كانوا متواجدين النهارده، لانه الحقيقه عاملين شغل رائع خلال او من بدايه الموسم وحتى الان. انا بشكر طبعا الجهاز الفني الكابتن طارق وكل الاسماء اللي موجوده معاه، شكرا جزيلا ايضا لكل اللاعبات، وان شاء الله القادم دائما يكون افضل على الرغم من ان هو اصعب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.